الخطه في بتاعت نقل الخدمه الصحيه الى الاطراف خطه ممتازه وخطه معمول بها عالميا، لكن التخوفات اللي ممكن تنتج من انه احنا لما لازم نرفع الوعي عند المواطنين في الاطراف والثقه بالمستشفيات بالمستشفيات اللي بتعمل لهم دي. ليه؟ لانه احنا مثلا لاحظنا في ام درمان في مستشفى مبدا وفي مستشفى الراجحي وفي مستشفى ما جايكا، لغايه هذه اللحظه الناس بيحاولوا يفضلوا يجوا ام درمان، يعتبروا ام درمان ممكن يجي في ام درمان يلقى طبيب خبره بسيطه جدا، ويمكن يكون هناك في مستشفى مثلا مبدا يكون قاعد طبيب ذو خبره عاليه، لكن الناس عموما بقى نفسيا بترتاح لمستشفى ام درمان. من السفر الكثير الى الخارج والمؤتمرات البحضرة لازم تكون هناك مستشفيات في الطوارئ عشان يتلقوا العلاجات باكمل الوجه. بعد كده بيمشي للمستشفيات المرجعيه لما تكون في حاجه يعني صعبه، داير مراجعه، داير اكثر من اخصائي، اكثر من استشاري. فهي فكره عالميه وانا عندي دبلوم اداره المستشفيات. عموما المستشفيات كانت بتكون سنتر، فالمستشفيات لما تكون تخصصيه او طرفيه بتسهل المواطن من الاماكن البعيده وصوله للسنتر، يكون في اماكنهم. يعني اذا مثلا حصلت حوادث او حصلت اي حالات طارئه يكون قريب للمواطن. يعني لما يمشي سنتر للخرطوم او سنتر ام درمان بتكون المسافه بعيده فباثر على الحاله. يعني في نقل المستشفيات من داخل من الخرطوم الى الاطراف بالنسبه لنا انه المريض في البدايه في الاطراف بيكون شنو رعايه اوليه، بيكون بيقدم له رعايه اوليه انه بيشوفوا الحاصل شنو بالضبط كده في البيشن في المريض في البدايه. بعد كده من في بتستصعب عليهم بعد الحالات ما بيقدروا يصلوا للعلاج او ما بيقدروا انه يقدموا لها الرعايه الكافيه، بيقوم بتتحول الى داخل الخرطوم.